مصلحة الاستعجالات في المؤسسة العمومية الاستشفائية بغريزان استقبلت المدعو بالأحمر الحاج المسمى أبو مسلم المزداد في 16/1/1967 على الساعة 2:22 الفريق المناوب الطبي أكد بتعرض هذا المتوفي لطعنات على مستوى جميع جسمه سواء من الأمامي أو الخلفي وعلى مستوى القلب طعنات مختلفة. الوصول تاعو للمستشفى كان متأخر، توفى في عين المكان وصوله كان بعد وفاته في الطريق أو على مستوى طريق على مستوى البيت تاعو. الله فيك.